مدرس يعني هذا الشكل ذكره اللي ينكر مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه مثلا نسخ في الطعام ويقول ان هذا يتنافى مع الادب مع كل كل فلا يمكن ان ينكر هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ينكر من هذا الباب مش من باب انه صحه السند او عدم صحه السند وانما من هذا الباب انا عارف تكفيره لكن هم ضالون منحرفون عن الخط ليه ما بيجوا تكفيرهم لانهم هن في قرارة نفوسهم ينزهون الله عز وجل بذلك التأويل الذي شبه لهم فهذا ضال وهؤلاء ضالون لانه خالفوا الحق لكن ما نتجرأ على تكفيرهم ما نتجرأ على تكفيرهم ابدا هذا الإنسان يكلم يعني بهدوء وعلم وفكر وإلى آخره يقال له عقلك حكم مهما كان هو معجب بعقله ما أظن راح يتورط معك وإلك إيه نعم عقلي حكم هذا هي مقالته لا لا اسمح لا لا اسمح لي أخي قد يقول لك إلك لكن لو تابعته في الحديث قلت له عقلك حكم قال لك نعم طيب وعقل زميلك الثاني حكم قال لك نعم والعشرات والمئات والألوف من العقول المتباينة كل هذول حكم مهما كان رجل يعني أبله جاهل ما راح يصير معك ايه نعم هذا عقله حكم هذا عقله حكم اذا صاروا الحكام بهذول بعدد البشر بالملايين ممالين انه حيوان في الدنيا بيقول هذا الكلام لكن انت لما بتوقف عنده وهو مغرور بنفسه راح يقول لك ايه عقلي حكم لكن بين له عاقبه هذا القول هي يعني ينتبه لعاقبه حماقته يعني مش معقول